ايضا معانا دكتور ابراهيم العشماوي مساعد اول وزير التموين. يعني فكر المخزون الاستراتيجي موجود، لكن من السلع الاساسيه وايضا التموين، هل بقى بتضخوا في كل المنافذ بحيث ان السلع تكون موجوده باسعار مخفضه يا دكتور؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. بالفعل، والنهارده كان في لقاء مع دوله رئيس الوزراء ووزير التموين والتجاره الداخليه والساده المحافظين لضمان اتاحه السلع وضخ السلع بكميات لائقه تتوافق مع المسحوبات. وزي ما كان ذكر الدكتور علاء قبليه فيما يتعلق بزياده الاستهلاك او زياده التخزين الخاص بالسلع الاساسيه. والوزاره عملت الحقيقه غرفه عمليات مركزيه لمراجعه الارصده على مستوى المحافظات، والعمل يومي الجمعه واليوم السبت بكفاءة عالية لضمان وجود السلع وإتاحتها على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تكوين مخزون آمن لدى شركتي الجملة، إضافة إلى وجود مخزون آمن لدى المنافذ التجارية الخاصة بالوزارة. وزي ما كان الدكتور علاء بيتحدث برضو وجود احتياطي آمن من السلع لدى السوبر ماركتس على مستوى الجمهورية. ماذا عن فاتوره، يعني هل حسبتوا فاتوره الدعم هتزيد قد ايه، او فاتوره استيراد السلع الغذائيه هتزيد قد ايه يا دكتور مع زياده مع انخفاض اسعار الجنيه؟ زي ما حضرتك عارفه، بناء على ما تتخذ من قبل البنك المركزي من قرارات تتعلق بالسياسه النقديه وتخفيض قيمه العمله، ده هيؤثر بالطبع على اقول قيمه هذه السلع، خصوصا انت عارف حضرتك ان سلع زي الزيوت وزي الاقماح وزي سلع اخرى بيتم استيرادها من الخارج بكميات كبيره، ولكن هناك تنسيق مع الجهات المنحه وتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة بناء على توجيه فخامة الرئيس بتكوين احتياطات آمنة من كافة أنواع السلع، سواء السلع الاستراتيجية أو السلع الأساسية. هل هناك تصور أن يحصل هيدجينج أو تحوط على التغيرات السعرية فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والأساسية؟ وده كان الحقيقة أمر تم طرحه في المؤتمر الاقتصادي الأخير فيما يتعلق ب أن يكون هناك إندكس بالنسبة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات، فضلا عن هذا وذاك أن يكون هناك أساليب تحوط مع بنوك الاستثمار لتثبيت سعر العملة عند وجود انخفاضات أو زيادات سعرية في سعر الصرف. النهاردة روسيا أعلنت أنها تنسحب من اتفاق الحبوب، ماذا يعني ذلك؟ يعني ان كم السلع اللي كان بيتم اتاحتها من خلال بعض موانئ الدوله الاوكرانيه هتكون حبيسه مره اخرى في الاراضي والموانئ. احنا المهم احنا هنعمل ايه؟ احنا حقيقه يعني منذ بدايه هذه الازمه ونوعنا مصادر الامداد واصبح لدينا اكثر من 15 منشأ ليه، سواء للأقماح أو للزيوت. أنت عارفة حقيقة أن روسيا وأوكرانيا حجم تصديرهم يعتبر الأول فيما يتعلق بالنسبة للحبوب والزيوت، فما كان لنا إلا أن احنا الحقيقة تحوطنا من هذا الأمر وأصبح لدينا مناشئ عديدة في استيراد هذه السلع. والحقيقة تم وضع يعني أقول إيه خطة عمل حكيمة لتنويع مصادر الإمداد في حالة وجود أي طارئ أو أي مشكلة. شكرا دكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين.